بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا رب العالمين. وبعد، في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله غير، وهذه الأداة 55. اقرأ يا ولدي، يلا سمي الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى: غير اسم ملازم للإضافة في المعنى، ويجوز أن يقطع عنها لفظا إن فهم معناه، وتقدمت عليها كلمة ليس، وقولهم لا غير نحن، ويقال قبضت عشرة ليس غيرها برفع غير على حذف الخبر، أو مقبوضا وبنصبها على إضمار الاسم، أي ليس المقبوض غيرها. طيب، بعد قراءة الأخ الكريم نريد أن نشرح هذا الكلام، فنقول وبالله التوفيق. كلمة غير، هذه الأداة تكلم عنها شيخ، قال اسم ملازم للإضافة. افهم كلمة اسم ملازم يا أولادي، أي لا يستعمل في كلام العرب إلا مضافا. اسمع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فهمت أولاد ولا لا؟ إذن غير لازم تستعمل إيه؟ ردوا علي عشان إيه؟ لازم. هو ده كلام الشيخ. يبقى غير، قال اسم ملازم للإضافة، يعني لابد أن تضاف لما بعدها. فاهمين يا أولاد ولا لا؟ هو ده كلام الشيخ. يبقى قال غير اسم، لاحظ قال اسم، يعني ليس فعلا وليس حرفا. غير ده إيه شيخنا؟ اسم ملازم للإضافة، ملازم يا شيخنا للإضافة. طيب، الشيخ المحقق الخطيب يقول: يجوز أن يجرد من إضافة إن أريد لفظه. عارف يعني إيه معنى إن أريد لفظه؟ يبقى إحنا قلنا يا شيخنا غير اسم إيه؟ ملازم، أي لا يستعمل في كلام العرب إلا مضافا. صح يا أولاد؟ مش أنتوا عارفين الإضافة؟ زي مثلا مكر الليل، اختلاف الليل، أو ده مضاف ومضاف إليه، أو اسم غير، دي لازم تستعمل إيه يا أولادي؟ مضافة. قال المحشي: يجوز أن يجرد من إضافة أن يريد لفظه. ما معنى أن يريد لفظه؟ كلمني يا ابني، ما معنى أن يريد لفظه؟ قول مش عارف. لما أقول لك مثلا كلمة كان، ترفع المبتدأ، تقول كان مبتدأ، ده كان فعل ماضي، أي ده هنا قصد لفظها، فعشان كده بقول ترفع الجملة دي هي خبر. طب نقول من حرف جر، تقول من مبتدأ، هلا مبتدأ إزاي؟ ما عشان فيها لها خبر يا شيخنا، فده اسمه إعراب قصد لفظه. قصد إيه يا شيخنا؟ فلما أقول غير لا تجردوا، غير بات مبتدا يا شيخ، ما فيش مضاف ومضاف اليه يعني. اذا اذا قصد لفظها يجوز ان تجرد من الاضافه. كده فهمت يا شيخ؟ ايوه احسنت. يقول غير اسم ملازم للاضافه في المعنى. سمع يا شيخنا؟ في الايه؟ هنشرح ان شاء الله في المعنى. ويجوز اقرا. ليس وقوله لا غير نحن، ويقال
قبضت عشرة ليس غيرها برفع غير على حذف الخبر أي. طيب هو ماذا يقول يا أولادي؟ يقول يجوز أن يقطع عنها لفظاً إن فهم معناه وتقدمت عليها كلمة ليس. فهمت يا شيخنا؟ لما أقول مثلاً قبضت عشرة ليس غير أو ليس غير، هو ده الكلام المقصود. يجوز أن يقطع عنها، إيه اللي يقطع عنها؟ يقطع عنها الإضافة، صح ولا لا؟ قبضت عشرة، ها خد بال حضرتك، ليس غيرها، أي وقال ويقال قبضت عشرة ليس غيرها برفع غير على حذف الخبر. على حذف يا شيخنا؟ يعني أصل كلامي قبضت عشرة ليس غيرها مقبوضا، ما عندنا ليس دي عايزة اسم وعايزة خبر، صح ولا لا؟ يبقى قبضت عشرة، ها قبضت عشرة، قبضت فعل وفاعل، عشرة مفعول به، ليس غيرها، ليس يا شيخنا؟ يعني ليس غيرها مقبوضا، فحذفنا ايه؟ الخبر. قال ويقال، يبقى كلمة ايه؟ وتقدمت عليه كلمة ليس، اللي هو قبضت عشرة ليس ها غيرها برفع غير على حذف الخبر، يبقى ليس غيرها يا أولادي مقبوضا. سمع يا محمد؟ طيب وبنصبها على إضمار الاسم، هنقول يا أولادي قبضت عشرة ها ليس غيرها، يبقى نصبت ليه يا شيخنا؟ على إن المحذوف إيه؟ هو الاسم، صح ولا لا؟ أيوة. طيب تمام، على إضمار الاسم، ما معنى على إضمار الاسم؟ يبقى أقصد كلام إيه؟ ليس المقبوض غير ذلك، أي ليس المقبوض غيرها. كمل يا شيخنا. وليس إيه؟ قال وليس غير بالفتح غير تنوين على إضمار الاسم أيضا. هو ليه قال يا شيخنا الفتح دي فتحة بناء، إذ التقدير ليس غيرها ثم حذف الضمير واكتسبت البناء من الإضافة للمبني والمحذوف له حكم المثبت، فمن حاجة يا أولادي؟ طيب في الحديث الشريف من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم كيومي، إذا الحديث روى بكم رواية يا أولادي؟ قال لما قال كيوم يبقى أصبح يوم ده مبني، مبني على الفتح، صح ولا لا؟ كيوما، صح يا شيخنا؟ طب ليه بناء على الفتح؟ من رجع من ذنوبه، من رجع من ايه الحديث ايه؟ من حج فلم يرفث ولم راجع من ذنوبه، اسمع اسمع كده، كيوما ولدته. لاحظ يوم ده اللي هو اسم يا أولاد، صح؟ طيب يوم ده ليه بني على الفتح؟ لأنه أضيف إلى إيه؟ إلى فعل ماضي، والفعل الماضي مبني، صح ولا لا؟ يبقى لما جاور المبني بني، يبقى من قال كيوما، ودي الرواية الأصح يعني أو المشهورة عند النحاة يعني، كيوما ولدته، يبقى لما جت ولد اللي هو فعل ماضي مبني، صح ولا لا؟ يبقى أصبحت يوم بنيت لأنها أضيفت إلى إيه؟ إلى مبني. لكن ممكن تعرب وده يكون قليل، من رجع من ذنوبه، من رجع من إيه؟ من حج فلم يرفث ثم رجع من ذنوبه كيومي، على إن يوم اسم مجرور بإيه؟ بالكاف، صح ولا لا؟ صح يا شيخنا؟ يبقى طيب هنا قال بعض العلماء يعني قال إن الفتحة دي مش فتحة إيه يا شيخنا؟ مش فتحة إيه؟ إعراب، ده فتحة إيه؟ طب ليه؟ ما بعدها ضمير، لما قال يا شيخنا ليس المقبوض غيرها، إذا كلمة غير زي كلمة يوم، والضمير ده مبني ولا معرب؟ أيوة، وكل مضمر له البناء يجب، فلما جاورت المبني بنيت، صح ولا؟ إذن الفتحة دي عند بعض العلماء دي فتحة بناء مش فتحة إيه؟ إعراب.
صح يا شيخنا؟ لماذا؟ لأن غير ديا احنا قلنا لا تستعمل إلا مضافة، فلما أضيفت أضيفت إلى مبني ولا لا؟ اللي هو الضمير، فاستحقت الإيه؟ هذا السبب أن بعض العلماء قال الفتحة دي مش فتحة إعراب، اللي احنا قلنا يا أولادي إنها منصوبة على إنها إيه؟ خبر يا شيخنا، صح؟ ليس المقبوض غير ذلك، على إنها خبر يعني ليس، صح يا شيخنا؟ بعضهم قال دي الفتحة فتحة إيه؟ أيوه، ليه فتحة بناء يا مصطفى؟ جاورة الإيه؟ أيوه زي بالضبط الحديث الشريف اللي احنا قلناه، من حج فلم يرفث فلم إيه؟ فلم رجع من ذنوب كيوم، ما قالش كيوم، قال كيوم، عشان كلمة ولدته، يبقى يوم لما جاورت فعل مبني بنيت كده، واضح يا شيخنا؟ الحمد لله، كمل يا مولانا. وحذف المضاف إليه لفظا ولية ولية وجوده كقراءة بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد الكسر من غير، قال وحذف المضاف إليه لفظا ونية ثبوته، أنية ثبوت لفظه، فمن حاجة يا أولادي؟ أيوة، هو قال وحذف المضاف إليه لفظا ونية ثبوته، طبعا العبارة دي مش مفهومة صح؟ يا ابني رد علي، يا ابني سيبك من اللي قاعدين دول ورد علي أنت، عشان لو ما ردتش أنا همشي يا ابني، أنا صدري ضاق منكم، أنا عايزك تاخد هدي عشان أفهمك العلم يا ولدي. حذف المضاف إليه لفظا ونية إيه ثبوته. عندنا أولادي قبل وبعد، قلت لكم قبل ذلك لها أربع حالات صح؟ الحالة الثالثة يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، الشعر يقول إيه؟ ومن قبل نادى كل مولى قرابة، قال ومن قبل يعني ومن قبل ذلك، فحذف المضاف إليه ونوي إيه؟ لفظه. يعني عشان أوضح لك، لو أخونا مصطفى أبوه يحبه ويخاف عليه، يا بني متى رجعت إلى البيت؟ يقول يا أبت رجعت قبل العشاء، يبقى هنا المضاف إليه موجود صح؟ فأصبح قبل، إما أن تنصب على الظرفية أو تجرب من رجعت قبل العشاء أو من قبل العشاء. الحالة الثانية يقول يا أبت رجعت قبل لا، وهنا حذف المضاف إليه ونوى إيه؟ اللفظ، اللفظ اللي هو قاله امبارح يا شيخ، صح ولا لا؟ يبقى هي أصلها قبل العشاء، بس حذف العشاء لأنه إيه؟ حذف ونوي لفظه. أهو نفس، شوف لله الأمر من قبل ومن بعدي، يعني من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه ونوي إيه؟ لفظ. أهو نفس اللي قال وحذف المضاف إليه لفظا وثبوت نوي ثبوته، صح يا شيخنا؟ فلما أقول مثلا ليس غير، أصلها ليس غير ذلك يا مولانا، صح يا أول شيخنا؟ يبقى نحذف المضاف إليه ونون إيه؟ كمل يا مولانا. ها قال وليس غيره من ضم من غير تنوين، فقال المبرد والمتأخرون إنها ضمة بناء لا إعراب، وإن غير لا، وإن غيرا، وإن غيرا شبهت، وإن غيرا شبهت بالغايات فقبل وبعد، فعلى هذا يحتمل أن يكون اسما وأن يكون خبرا. أيوة، خد بالك يا شيخنا العبارة الأخيرة دي، صلوا على رسول الله. لما أقول يا أولادي الآية الكريمة لله الأمر من قبل ومن إيه؟ لا عفوا، لله الأمر من قبلي ومن بعدي، أصل من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه ونوي، أحسنت، نوي لفظه يا شيخ. طيب ونقول ليس غير، ليس يا شيخنا يعني ليس المقبوض غير ذلك يعني، صح؟ تمام، من غير تنوين. فقال المبرد والمتأخرون إنها ضمة بناء لا إعراب، يعني قل لله الأمر من قبل، قال دي ضمة بناء. إيه الفرق بين ضمة البناء وضمة الإعراب؟ ضمة البناء ثابتة ما تتغيرش يا شيخ، لا تتغير، بعكس ضمة إيه يا أولادي؟ تتغير، صح ولا؟ أحسنت.
فهم قالوا دي ضمت ايه؟ بناء وليس ضمت ايه؟ ايوه. وان غير شبهت بالغايات، شبهت بالغايات اللي هي قبل وبعد. لله الامر من ايه يا اولادي؟ اسمع كده للقران الكريم، وسبح بحمد ربك، ها قبل، هي قبل منصوبه على الظرفيه لان بعدها مضاف اليه، قبل طلوعي، صح يا شيخنا؟ متى تمنع الضم؟ اذا حذف المضاف اليه ونوع ايه معناه، كما قال سيدنا يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: كما تم عربك من قبل. هنا حذف المضاف اليه ونوع ايه معناه، يعني لا يوجد شيء معين يا شيخنا. من قبل ما تقص عليه الرؤيا يجوز، طيب من قبل ما تكتب في ديوان النبيين يجوز، من قبل ما تخلق يجوز، ما فيش مضاف إليه محدد، صح يا شيخنا؟ إذن المبرد والمتأخرون بعده كابن هشام وابن مالك وابن الحاجب وابن جني، ما شاء الله كثر يعني، قالوا إني ضمت إيه يا شيخنا؟ بناء، يعني حذف المضاف إليه ونوي إيه؟ معناه. دوي يا شيخنا؟ قال فعل هذا يحتمل أن يكون اسما وأن يكون خبرا. إزاي يكون اسمه زي خبر إذن؟ حسب التقدير. يعني أقول ليس غيرها مقبوضا، ليس غيرها، صح يا شيخنا؟ مقبوضا، يبقى في محل رفع مقبوض ده خبر. أو ممكن تقول ليس المقبوض شيئا غيرها، يعني أنت مخير يا شيخ. طيب على كل، وقال الأخفش ضمته إيه؟ وقال الأخفش ضمته إعراب لا بناء، لأنه ليس باسم زمان فقبل وبعد ولا مكان. اسمع يا شيخ، الأخفش ده تلميذ سيدنا سيبوي، وكان أسن منه، يعني أكبر منه سنا يعني. والعجيب إن سيدنا سيبوي لما ألف كتابه أعطاه لمين؟ للأخفش. وكان هو سبحان الله يذهب إلى الأخفش ويقرأ عليه كتابه، وبعدين يتحاور مع إيه؟ مع تلميذه يسأله يعني. فكان بيقول إيه يا شيخنا؟ كان سيبويه رحمه الله يسألني ويظن أنني أعلم منه وهو أعلم مني، لكن الآن أنا أعلم منه. طيب إيه اللي جعل الأخفش يقول هذا الكلام يا أحبة يا كرام؟ لا أنا ما سألتك، ما قلت لكش جاوبني يا ابني، أنا بسأل سؤال تشويقي بس، لكن مش عايزك تجاوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة الكرام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فده سؤال استفهام تشويقي عشان تتشوق لمعرفة الإجابة وتثبت في ذهنك، فهمت يا ولد ولا؟ فأنا لما بسألك مش عايزك تجيب أصلا، عايزك تسمع بس وتقول لا، يعني أخبرنا أو دلنا يعني. المهم فسيدنا الأخفش، العلماء كرهوا هذه العبارة التي حدثت من سيدنا الأخفش. ليه؟ ما سيبوي ده أستاذ مين يا أولادي؟ أيوة. فما تعملش زي الشاعر اللي قال إيه؟ وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، فهمت ولا؟ وعلمه الرماية إيه؟ فلما اشتد أيوة. فالعلماء زعلتهم حكاية وأنا الآن إيه؟ لا، شوف الأدب مع العلماء. سيدنا ابن مالك أثنى على شيخه الذي لم يره أصلا اللي هو ابن معطي، قال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. أو دعا لي رغم أنه لم يره يا شيخ، ورغم بينهما منافسة علمية، ومع ذلك شاهد له بالفضل رغم أنه إيه يا شيخنا؟ عشان بس سبقه فقط بالسب يعني. على كل، يعني
كان الأخفش يسأل أستاذه كثيرا ويقول: يا أستاذي أنا أسألك لا لأجادلك إنما لأتعلم منك. يقول: وأنا لا أشك في هذا. فعلى كل الأخفش ماذا قال يا أولادي؟ قال الأخفش ده من المتقدمين وليس من المتأخرين. قال: الضمة دي ضمة إيه؟ إعراب، وليس ضمة إيه؟ بناء. قال: لأنه ليس باسم، يعني قبل وبعد اسم، اسمان يا مولانا، لأن الظرف ده ظرف الزمان والمكان دي أسماء يا مولانا، صح يا شيخ؟ فقال: ده ليس باسم، يعني إياك أن تظن أن غير مثل كلمة قبل وبعد، فهم يا شيخنا؟ فدي قال ضمة إيه يا شيخنا؟ إعراب، وليس ضمة إيه؟ بناء، لأنه ليس باسم. هو ده اللي قاله الشيخ، يعني ليس إيه؟ باسم، يعني ليس باسم زمان، يعني كقبل وبعد، لله الأمر من قبله، يعني من قبل الغلب ومن بعده. وقال: أيوة، مكان، كمل يا شيخنا، ليس باسم زمان كقبل وبعد، ولا مكان كفوق وتحت، وإنما هو بمنزلة كل وبعض، وعلى هذا فهو الاسم، وحذف الخبر، يعني قل ليس غير، يعني ليس غير ذلك مقبوضا. فهمت يا شيخنا؟ في ضمة إيه دي؟ ضمة إيه؟ إعراب على أنها اسم لإيه؟ لليس. واضح يا مولانا؟ كمل يا شيخ. وقال ابن خروف، يعني ده وقف موقف إيه؟ الوسطية بين المتقدمين اللي يرأسهم إيه؟ الأخفش، وبين المتأخرين، ها؟ وليس إيه؟ وليس غيرا بالفتح والتنوين، ليس غير بالضم والتنوين، وعليهما فالحركة. يعني إذن سيدنا اللي هو ابن خروف ده، مش ابن خروف ده؟ أيوة، له رأي، قال ليس غيرا بالفتح والتنوين، وليس غير بالضم والتنوين. يعني إيه لما يقول ليس غيرا؟ سمعنا يا شيخنا؟ وليس غير، وعليهما، عليهما يعني إذا بني، سمعنا يا شيخنا؟ فالحركة إعرابية، لأن إما للتمكين فلا يحق إلا المعربات، وإما للتعويض فكان المضاف إليه مذكور. أيوة، إيه حكاية للتعويض يا أولادي دي؟ ها؟ كمل يا شيخنا عشان نفهم من الكلام. ولا تتعرف غير بالإضافة شدة إمامها، وتستعمل غير المضافة لفظا على، يعني لما قال ليس غيرا وليس غير بالضم والتنوين، وطالما الكلمة نونت يبقى أصبحت معربة بالجر والتنوين والندى، فطالما نونت يبقى إيه؟ معربة يا شيخ. طيب كمل يا مولانا. غير لا، ولا تتعرف غير بالإضافة لشدة إبهامها. إيه معنى يا أولادي لا تتعرف بالإضافة؟ ده مهم جدا. يعني عندك كلمة غير ومثل وشبه، هذه الكلمات إن أضيفت إلى معرفة ظلت نكرة. لما أقول يا مصطفى، أنت مصطفى؟ لما أقول مصطفى، مصطفى لما أقول زيد غيرك، لاحظ أن كلمة غيرك أضيفت إلى الضمير، فالاسم لما يضاف للضمير يبقى معرفة ولا نكرة؟ لأن الضمير ده أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، ومع ذلك ظل إيه؟ لأنه متوغل في الإبهام. ما معنى متوغل في الإبهام يا شيخنا؟ فهمت دي؟ قل أيوة أحسنت. ما معنى متوقف لما أقول مثلا زيد مثلك؟ طب مثل مين؟ في الطول ولا في القصر ولا في العلم ولا في الزهد؟ أنت فهمت يا شيخنا؟ كده متوغلة في الإيه؟ فلا تتعرف بالإضافة بدليل إنها ممكن تقع صفة للنكرة. مررت برجل أقول غيرك، رجل دي نكرة المعرفة، ومع ذلك وصفنا كلمة غيرك وقع صفة رغم أنها أضيفت إلى معرفة لكن ظلت إيه؟ هذه معنى إيه؟ قال ولا تتعرف غير بالإضافة. ليه؟ لشدة إبهامها، لأنه مبهمة خالص كده. فهمت يا شيخنا؟ وتستعمل غير المضافة لفظا على وجهين،
أن تكون صفة للنكرة. نحن نعمل صالحا. اسمع كده، نعمل صالحا، أين الموصوف يا شيخنا؟ صالحا، نكرة والمعرفة. قال غير الذي كنا نعمل، غير الذي، غير ده أضيفت إلى اسم الموصول وهو من المعارف، ومع ذلك ظلت إيه؟ نكرة، لأنها يا شيخنا متوغلة في الإيه؟ في الإبهام. كمل يا شيخنا. أو لمعرفة قريبة منها نحو صراط الذين أنعمت عليهم الآية، لأن المعرف الجنسي قريب من النكرة. صراط الذين، لاحظ أن صراط لما أضيف إلى الذين صارت معرفة، صح يا شيخنا؟ قال الذين، ده اسم معرف الجنسي، عارفين عن المعرف الجنسي؟ أيوة، المعرف الجنسي ده اللي هو المعرف بالألف واللام، يعني سواء كان اسم موصول أو معرف باللام أو بالإضافة. المعرف الجنسي ده يشبه النكرة. أنا هدى حضرتك مثال كي يتضح المقال. مثل الذين حملوا التوراة ثم كمثل الحمار. كلمة الحمار دي اسم قال إيه؟ جنسية، ما يتعرفيه، بس قال إيه يا شيخ؟ أي لا يخص حمارا بعينه. أي حمار دي اسم قال يا شيخنا؟ زي مثلا أقول إيه؟ لما أقول مثلا الأسد أشجع من الثعلب، ألف الأسد يعني لا يخص أسدا بعينه، كل أسد اسمه أسد، صح يا شيخ؟ دي اسمها قال إيه؟ أيوة تمام. فلما القرآن قال إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فدي اسمها قال يا أولادي؟ قال الجنسية تشبه النكرة. ليه تشبه النكرة؟ لأنها لا تدل على حمار بعينه، أي حمار وسمى حمار، صح يا أولادي؟ فيجوز في الآية الكريمة دي تجعلها معرفة وتجعلها نكرة، صح؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه؟ يحملوا أسفارا. أهل الجملة دي يحملوا أسفارا ممكن تعتبرها حال أو تعتبرها صفة؟ تعتبرها حال لأن الجمل بعد المعارف ايه؟ أحوال، وتعتبرها صفة لأنها تشبه النكرة، لأن لا يخص حمارا بعينه يا شيخ، فيجوز الايه؟ أنت فاهم يا شيخنا؟ هي نفسها صراط الذين، هي صراط ده معر، يعني صراط أضيفت إلى ايه؟ إلى الذين، صح يا أولادي؟ فبرضو ايه؟ أخذت نفس الحكم ده، يعني معرفة قريبة منها، قريبة من النكرة يعني، صح؟ لأنها أضيفت إلى اسم الموصول. كمل يا شيخ. أيوة أقول لك العبارة دي تاني شيخنا. ها؟ ولأن غيرا إذا وقعت بين الضين ضعف إبهامها. حتى زعم الصرائح أنها حينئذ تتعرف ويرده الآية. ويرده إيه؟ الآية. أيوة. حاضر، لحظة حاضر. طيب اقرأ العبارة دي تاني يا شيخنا. ولأن غيرا إذا وقعت بين الضين ضعف إبهامها حتى زعمت السراج أنها حينئذ تتعرف ويرده الآية الأولى. طيب افهم، كم إذا وقعت بين ضدين، ضد إيه؟ ضد يعني وقعت إيه بين إيه؟ لا أنا عايز ضدين يا شيخ، ضدين. لو قلت مثلا مررت بزيد الطويل غير القصير مثلا، يعني القصر عكس ضد الله، فيقول لك اذا وقعت بين ضدين ضعف ايه؟ ايوه ضعف ابهامه، يعني ما يبقاش مبهمه. يعني عندنا لما نقول مثلا زيد غيرك، طب غير في ايه؟ في علمي، في زهدي، في شكلي، في لبسي، فهمت يا شيخنا؟ مبهمه. اذا وقعت بين ضدين ايه اللي يحصل؟ ايوه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير الايه؟ شوف اهو، يبقى في المغضوب عليهم وفي المنعم عليهم يا شيخ، فوقعت بين ايه؟ ايوه عشان كده ضعف ايه؟
ايوه عشان كده تبقى معربه هنا. فهمت يا مولانا؟ نعم. طيب كمل يا شيخ، كنت عايز تقول حاجه؟ تفضل تفضل. قريب من النكره. ايوه. ما الفرق بين الفرق يكون في ما سيأتي حينما يؤبر بالنكره ويؤبر بالعجزيه؟ اخونا الكريم بيسال واشكره على سؤاله، يعني قال يعني آل الجنسيه دي لما اشبهت النكره؟ ده سؤال وجيه يا شيخ. الآية الكريمة التي ذكرتها لحضراتكم، قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيه؟ الحمار. كلمة الحمار هل يقصد به حمار بعينه؟ هي طبعا في التعريف ال بتعرف بالجر والتنين والندى، وال دي اسمها ال التعريفية، بس هي بتعرف تعريف جنسي. ما معنى تعريف جنسي؟ أي حمار تنطبق عليه الآية يا شيخ، يعني لا يقصد حمار بعينه، صح يا أولاد ولا؟ فهي تشبه النكرة، تشبه إيه؟ طبعا النكرة لا تدل على شيء بعينه، وكذلك الحمار ده هل يقصد به حمار بعينه؟ فهي ظاهرة يا شيخنا، وإن كانت معرفة بآل، لكن دي آل الإيه؟ الجنسية. وآل الجنسية تشبه إيه؟ النكرة في العموم، لأن لا يخص، صح كده؟ عشان كنا قلنا جملة يحمل أسفارا يجوز لك كمعرب أن تعربها صفة وأن تعربها إيه؟ حال. تعربها حال على أن الحمار معرفة بأل، والجمل بعد النكرات إيه؟ صفات، وبعد المعارف فيجوز لك الإيه؟ فأنا أنت الآن فهمت هنا آل الجنسية تشبه إيه؟ النكرة في العموم. لما قلت جاءني رجل، ما دي نكرة يا شيخ. الرجل ده هل هو طويل ولا قصير؟ مؤمن ولا كافر؟ عظيم ولا حقير؟ ما فيش حاجة عامة دي يا شيخ، واضح؟ فآل الجنسية تشبه النكرة في العموم. وجاء رجل، طب من هو الرجل ده؟ ما نعرفوش. هو طويل، قصير، مؤمن، كافر، عالم، جاهل، يبقى ده نكرة تفيد العموم يا شيخ. آل الجنسية تفيد إيه؟ العموم. كده فهمت يا أولادي؟ الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر ونتوقف عند ولا تعرف غير الإضافة لشدة فهمها. علم على النقطة دي وإن شاء الله نشرحه الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.